في موضوع آخر، أكدت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو رفقة وزير الصيد البحري والموارد الصيدية هشام سفيان صلواتي، أكدت أن دائرتهما الوزاريتين يعملان في إطار مبدأ التضامن الحكومي بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، حيث تم بهذا الخصوص الاتفاق على بعث مؤسسات مصغرة ضمن قطاع الصيد البحري وتربية المائيات. التغطية لمحمد حمدة. استقطاب العديد من الفئات الهشام، منها النساء الماكثات في البيت والنساء الريفيات وكذلك الشباب في هذا المجال من خلال التحقيقات الاجتماعية اللي تقوم بها الخلايا الجوارية. على هذا الأساس شفنا في المعرض بعض المستفيدين من هذا النشاطات، وفيه نجاح كبير لهذا النوع من النشاطات، فقرر قطاع التضامن الوطني تدعيم هذا النوع من النشاطات بتخصيص حصص خاصة على المستوى الوطني بداية من 2022. عدد يعني معتبر من القروض المخصصة لهذا الشأن، أظن أن 1000 قرض مخصص سوف يعطي دفعة مستقبلية جد مهمة من أجل إنعاش القطاع، خاصة وأن الهدف الأولي للقطاع هو الرفع من إنتاج المنتجات الصيدية. ثالث شيء هو التنويع في عملية تطوير المنتجات الصيدية وقطاع الصيد البحري.